مشروع بلارن او لغو دافري مالگلين تا يشاق عبور كان دلانيالا دا او لغو مغاق داري جاريسا ريفولفين فان ايا ماان تا لغو قطي هول كشرار كي هوتيل كا علمن اي مغالا دا جاريسا دوبل كا وقوي باري بندقان ايا وحا دافري برسا قس مامول كا جاريسا علي بونا وقراني وحانا قوبجو كا ها وزير كا جناسي كا مستا عدو جبت كليل إيا مرتي شرف كالي أو لغو عسومي أو كميدي هاي مدانها دقمدا بلانبالا عبد عمر شورية وزيرو كتر سان حكومة دا إيا بلشوين تديغانا دا غوسي ما دا اسماع ملكان مستعالي بنو قرن آيا شاقين لعقتان ودن بقول إيا كنتن مليان أو شلين كدالكاني ودبال بدن وقالي ودن بينا أي بارلمان كغاريسة أنسيحيين سلو مال قليا دالين يرادا إذن أقارها ودقوينا كبيرو وطلع لهم مرحلة ونرحة لكن وقت هذا الشرعي هيك بالمرني شرعي بأسوس هذي أنا ما أدري البرلمان كتير كتير في نوم مريء بليش كم أسوس هذي أنا وحنا كريم هسي أنتي كرر لعدي الدنيا هو يكاري barasaabka gaarisa ayaa sheegay in jiha ahaan ay ku socdaan wado wanaagsan si ay u gaarto dawladdiisa hadafka horumarineed oo ay tiigsanayso فإذا كيشو عدت سوق السوق هي أصلاً كان هالمليان قاعد في سنة هالمليان بعد ويسكت تا هذه هذا هو مهني يكون كلا قاعد كرا عدت أيوة خانة هنا هني مري نفس الإحسان أمان سنة ضبو بقول هذا سنة بقول يكون ما كنا سنة ضبو بقول قال كريم سنة نفس كان جاي كسمه بحال كريم إن شاء الله بقول الحين آخر طب العك اللي بيجي ويريك دون تاو أنا كوا كنا سنتون si kastaba ahaatee fikirkan lagu hormarinayo shaqo abuurka iyo ganacsiga ayaa waxa aad u soo dhaweeyay madaxda iyo bulshadii ka qayb gashay madashan Cabdi Faarax CNN TV magaalada Gaarisa.